اقتراحات اتوقع العمل ببعض المقترحات مختلفة فيها مبادا عامة نحن بيدنا ضد كونو التفاصيل يصعب يسكر ندخل التفاصيل المركزية وما فهمش علاش حسب رأينا ويبقى الأهم الوثيقة هو الالتزام بها إن شاء الله ملتزمين بها هذا نجم نقولوا بهذا محمد أنا هلا على النسخة الأولية شنو اللي تبدل فيها شنو التعديلات اللي طرأت على الوثيقة هذه تفضل لا فما برشا تعديلات بيطلب من بعض الأحزاب فيما يتعلق بمثلا الميزان التجاري حاولت سلاح ما يمكن سلاح وتو تقليص متوريد ربما أثرنا النقطة كما هذه نحن في ملاحظاتنا لحدنا مسألة تتعلق بالفساد السياسي في التيار الديمقراطي راكم يلزم نوصل لمرحلة صفر تسامح موافقين عليها كل الأطراف وعمدينا الناس كل مع بعضنا على صفر تسامح فيما يتعلق بالفساد السياسي إن شاء الله تكون فرصة التسع سنوات الماضية ما كانت جيدة بالكل كان على مستوى الحريات فقط إن شاء الله فرصة باش تكون فما دولة قوية ودولة عادلة ودولة معناها محترمة ودولة قادرة بالفعل على كونه تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي هذا اللي يلتزموا به إذا تبع كل الأطراف نحن منها شاهد المسار يعني اذا كل الاطراف ونحن منها طبعا التزمنا بالوثيقه سي محمد ارسيتو آلية مهمه اللي هي ارساء وحده لتشريع تنفيذ قرارات الحكومه وفما زاد مقترح تسريع تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بمجلس النواب في علاقه بمساءله الحكومه لا المقصود به هو عدم اثقال كاهل الوزراء ما يبقى ديما الحق الدستوري المنصوص عليه معنا في علاقه بدور البرلمان هذا ما يتمسش ما فيش حتى شك اما اللي يهمنا هو دور النواب يتحسن وفي نفس الوقت ما يقعش معناها اثقال معنا كاهل الوزراء لا اكثر ولا اقل في حدود ما يسمح به الدستور وطبعا نتصور برشا نواب معناها موافقين على التوجه هذا وحكينا مع كثير منهم على الاقل في التيار وخارج التيار شكرا.